أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري يأتيكم مباشرة من قناة زير نيوز. ونبدأ موعدنا الإخباري بأولى تأثيرات الأمطار الرعدية التي بدأت في التساقط بكثافة على الولاية الشرقية للبلاد منذ منتصف نهار اليوم، مخلفة فيضانات وغمرا للشوارع بمعظم المدن. وتظهر هذه المقاطع التي التقطها مواطنون حجم المياه المتدفقة بوادي جدي في بلدية سيدي خالد بولاية بسكرة، في حين حولت السيول الجارفة مدينة خنشلة إلى مدينة عائمة غمرت فيها مياه الأمطار الشوارع والطرقات بفعل انسداد قنوات تصريف المياه، وتسببت أيضا في عرقلة حركة المرور وسط تخوف وسط مواطني الولاية من غمر منازلهم بالمياه، فيما أظهرت صور أخرى تم تداولها على موقع الفيسبوك حجم التساقط بكل من ولايتي باتنا والمسيلة. هذا وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشريات خاصة تحذر فيها من استمرار تساقط الأمطار الرعدية على 6 ولايات شرقية بالإضافة إلى زوابع رملية بالجنوب. وأفادت مصالح الأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار الرعدية سيستمر إلى غاية أمسية اليوم بكل من الولايات التالية: جلفة، تيارت، المسيلة، برج بوعريريج، وأيضا بسكرة، سطيف، باتنا، الوادي، خنشلة، أم البواقي، وتبسة. كما حددت ذات المصالح من زوابع رملية بكل من ولايات ورقلة، غردايا، وأدرار، مرتقبة بداية من أمسية اليوم إلى غاية منتصف الليل. يمر اليوم عام كامل على تولي أحمد أويحيى رئاسة الجهاز التنفيذي، عام شهد تحديات اقتصادية بالجملة. نجحت الوزارة الأولى في تحييد أهم المعوقات وأبرزها المتعلقة باللجوء إلى التموين التقليدي رغم تحذيرات الخبراء من التضخم ورفض الاستدانة الخارجية. سنة كاملة من القرارات الاقتصادية الجريئة أنهت مرحلة سبقتها تميزت بالارتجالية والشعبوية دون فعالية على أرض الواقع. 17 أوت 2018، عام بالتمام والكمال يمر على استلام أحمد أويحيى الوزارة الأولى، عام كان مليئا بالتحديات، الأحداث والقرارات الجريئة التي وضعت الرجل محل جدل ولغط واسعين، لكنه استطاع الصمود واحتواء الأوضاع بعدما راهنت بعض القراءات على رحيله مع كل تعديل مرتقب. كانت بدايتها بتوقع فشله في خيار طبع النقود الذي أكد أنه السبيل الوحيد لضمان معاشات الموظفين وتجنيب الاقتصاد الوطني سكتة قلبية. Le gouvernement n'a pas fait de choix. Le gouvernement a évité un arrêt cardiaque au pays. Je l'avais dit, je le répète devant vous. Sans aucun doute, plusieurs entreprises ici présentes attendent que l'État les paye. L'État a risqué de ne pas vous payer, de ne pas payer ses fonctionnaires. Grâce à Dieu, l'intérêt général a été finalement compris, peut-être au-delà du débat doctrinal économique. توجه صاحبته الكثير من المخاوف والتحليلات المنتقدة بتوقع وصول التضخم إلى مستويات قياسية تهدد القدرة الشرائية للجزائريين، لكنها بقيت في حدود المتحكم فيها، وجنب التمويل الغير تقليدي وقوع الجزائر بين فكي الأفم مرة أخرى. لأن إذا كان حافظنا على احتياط الصرف باش نقلص من سرعة ذوابه، هذه أعتقد أنها خدمة لسيادة الشعب الجزائري اقتصاديا، وخدمة لإبعاده من جحيم الشعوب والبلدان اللي تكون أمام ضرورة اللجوء للمديون الخارجية. الإعصارات لم تتوقف على مكتب الوزير الأول في عامه المنقضي هذا، فبعد أن ورث الحكومة في مرحلة تميزت بالغموض والقرارات الارتجالية الغير مدروسة،
تمكن الرجل من تجاوز الصعاب وحافظ على مكانته رغم القرارات التصحيحية التي صدرت من رئاسة الجمهورية وصوبت بعض إجراءات المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، أهمها إلغاء الرسوم على الوثائق البيومترية، كما أن صراحة الرجل وتصريحاته المتعلقة بالأقدام السوداء وضعته في مواجهة مباشرة مع معارضيه، وتوقع الكل مغادرته الحكومة مرة أخرى. لو باش نعاود اللقاء اللي شاركت فيه تاع تكريم المستثمرين الصادرين، لو نعاودها ما نقولهاش، لأن مادام المجتمع مش مستعد باش يفهم، لأن لازم تقعد دير محاضرات تاع ساعة باش تفهم الناس واش هو قصد. لكن هذه التصريحات لم تكن لتهز ثقة الرئيس في أو يحيى، رغم الزوابع التي لحقت الحكومة في خضم الحراك الاجتماعي ومطالب إعادة النظر في أولويات التنمية. كل هذا لم يزعزع من مكانة الرجل الذي أثبت ثقله وقدرته على تجاوز الأزمات، وكان لقراراته السياسية صوتا مدويا في الساحة أخلط بها كل الحسابات، آخرها إعلانه الصريح بدعم استمرارية بوتفليقة في الحكم، قاطعا بذلك الطريق عن كل التأويلات التي ربطت طموحاته بولوج قصر المرادية والتي رمى بها ذات يوم بين يدي القدر. أفرجت السلطات التشيكية عن 6 طلاب جزائريين في كليتي الطب والصيدلة اتهموا باغتصاب سيدة إيرلندية في العاصمة التشيكية، وذلك بعد تدخل من وزارة الخارجية الجزائرية. وأطلق سراح الشبان الجزائريين المتهمين في القضية بعد حبسهم حوالي 4 أشهر وتبرئتهم من قبل القاضي التشيكي لعدم إثبات الجرم. واعتقلت السلطات التشيكية الشبان الجزائريين في أبريل الماضي بعد ادعاء الفتاة الإيرلندية بأن الشبان المذكورين اغتصبوها، رغم تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بعدم وجود أي آثار للاغتصاب تثبت وقوع الجريمة. وكان الشبان الجزائريين 6 يقضون إجازتهم في جمهورية التشيك حين تعرفوا على السيدة في ملهى ليلي، السيدة التي تبلغ من العمر 35 عاما حين كانت هي أيضا تقضي إجازة في مدينة براغ. حالات الإصابة بالكوليرا خلفت حالة من التخوف لدى سكان الحي الفوضوي بوادي بني عزة الذين أصبحوا ينظرون إلى مياه الحنفيات بعين الريبة. ويؤكد السكان تسجيل حالات تسمم عدة مرات بسبب نوعية المياه، وهو ما جعل كثيرا منهم يعزفون عن استعمالها نهائيا. هنا بالحي الفوضوي لوادي بني عزة بالبليدة يعيش السكان حالة خوف وهرع بعد تسجيل المنطقة لعشرة إصابات بالكوليرا، والمرجح أن المياه هي السبب حسب التحقيقات الأولية، خاصة وأن معظم السكان يشربون من هذه المياه. احنا جايبين تيو جايبين، ما كان اللي يعالج ولا ما كان اللي يشوف، ما كاش اللي راه يشوف الماء هذا، وين راه كاين اللي راه يجي يشوف، ما كاش اللي احنا رانا نشربوا على الله خلا، اللي حيا حيا واللي مات مات. واحنا واش نطلبوا؟ نطلبوا من السلطات المعنيين بالعمر هذا يشوفوا لينا، هذا واش نقول؟ نطلبوا من السلطات، راني شحال من خطر انا هضروا، راهم يجوا هنا وراهم يشوفوا الدراري مساكين، ما كاش هنا تدقي ولا تسقي، اقسموا بالله اقسموا لنا، ما كاش اللي راه صحيح. والله ما راهم كاع بدوا، يكذب عليك الكذب اللي يقول لك راه صحيح، والله غير راهم كاع بدوا. ما من فوق مشاطو دايرين تيو من فوق مشاطو يجي مخوض مخلط مع الاخر مع الماء تاع البلاد. تشربوه؟ ايوا شحال تشرب، ما كاش ولا ما تشربوش تشري سعيده، سعيده هذو يقدروا شي سعيده، عندهم 25 سنه هما يتلاوحوا. تسممات وامراض كثيره يعاني منها سكان هذا الحي تزايدت في الاونه الاخيره كثيرا. تقبض الميكروب، ميكروب راه لهنا، الميكروب واش كاين؟ شوف مادام لهنايا ونقول له لهنا الوادي لازم كان الميكروب دائما عند السبيطار، راه كاين مكان يقول لك عنده الميكروب، عنده الميكروب صافي معنا صافي من الماء. مرضوا قبضهم السطار في كرشهم، ديناهم للطبيب
قدنا عندهم الصرف يكرشهم طانا هذا ماركنا هذا الدواء من الماء ما كلاو والو ياكلوا غير الخضرة نقية وجديدة وبعضهم من الماء تاع الواد هذا اللي رانا داين منه وداية منه كاع الحومة. نطلب من السلطات المعنية يشوفوا لينا باللي رانا نشربوا الماء تاع الواد ورانا عايشين ماناش عايشين معيشة كيما راهم عايشينها الناس. مرضت عندي سمانة من اللي مرضت بصح أنا بريت هادو مازالوا مرض. جولة واحدة في مثل هكذا أحياء تعكس الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء المواطنين جراء هذه المياه القذرة. وإن كان سبب الإصابة بالكوليرا المياه أو غيرها، إلا أن شرب جرعة واحدة من هذه الأخيرة تسبب أمراضا كثيرة. اعترفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوجود ندرة في 12 صنفا دوائيا عبر الصيدليات. الوزارة وإن قللت من حجم الندرة فإنها دعت الصيادلة والأطباء لوصف أدوية جنيسة للمرضى، موضحة أن انعدام صنف دوائي بعلامة تجارية محددة لا يعني فقدانه في السوق الوطني. وقد وصفت الوزارة الحديث عن فقدان 100 صنف دوائي في الصيدليات عبر الوطن بالغير المؤسس، معلنة عن لقاء سيجمع وزير الصحة بنقابة الصيادلة الخواص السبت المقبل لمناقشة الملف ورفع اللبس عنه. في مقابل هذه التنظيمات يضطر الكثير من الجزائريين إلى البحث عن سبل لاقتناء أدويتهم، فالندرة في بعض الأدوية باتت تجبر الأطباء والصيادلة على التزام المرضى بضرورة جلب وصفة طبية تتماشى وفق الأدوية المتوفرة. روبوتاج لأمين عبروش. وصفة طبية تجر صاحبها في رحلة بحث شاقة عن علبة دواء، والسبب هو الندرة. معاناة تلخصها حالة عم عثمان، ليس مع مرضه المزمن ولا مضاعفاته، بل مع وصفة علاجه التي يضطر في كل مرة لإيجاد سبيل لاقتنائها من الخارج مقابل تكاليف باهظة. moralement c'est fatigant. nous sommes obligés de prendre nos précautions. Il faut courir à l'aéroport, un steward ou la une de l'humara, le français, il dit qu'il est en retard. Enfin, il y a toujours des problèmes. On trouve celui d'Inde, mais alors c'est vraiment à ne pas l'acheter, c'est de l'argent perdu. أزمة تفاقمت مؤخراً، فلم يعد غريباً مشهد الرفوف الفارغة في الصيدليات بعدما تجاوز عدد الأدوية المفقودة 200 حسب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. كاين غروس ريبتور دو ميديكامون باغ اكزومبل. كنا واحد الوقت في اون ليست تاع 50 دواء، زعما ما نلقاوش بلوتو 35 40، دوكا العكس ولينا نلقاو 20 من ليست تاع 50. ما كاين غروس ريبتور سورتو لي برودوي امبورت، هي اغلبها تاع الامراض المزمنه هي اللي راهي ناقصه، يعني اكثر شيء المريض يعني يعاني شويه، يروح يبدل دواء ولا يقعد يحوس يشوف 5-6-7 صيادله ما يلقاش الدواء، يعاود يولي للطبيب يعاود يبدل له الدواء نشوفوا اسكو يخرج عليه ما يخرجش عليه. ندرة أدخلت المريض والصيدلية وحتى الطبيب في متاهة إعداد الوصفة ثم إلغائها وتعويضها بأخرى استجابة لما توفر من دواء أكثر من مراعاة حاجة المريض. من ناحية مؤثر فهو مؤثر، ما نقدرش نكذبوا على رواحنا. كاين عندما كاين دي ميديكامون كونتيل مان كي سون دي ميديكامون اسونسييل وعندهم وزنهم وعندهم مكانتهم. احنا كل ما نتمنى انه هذه الأزمات عندما توقع ما لازمش تطول بزاف. هي أزمة تتكرر في كل مرة رغم نفي وزارة الصحة وإصرارها على رفض الاعتراف بوجود ندرة دواء، ندرة تكفي لتأكيدها زيارة واحدة للصيدلية، رفوف خالية ومواطنون يعانون فوق المرض مشقة العثور على الدواء دون استثناء أي أنواعه، بداية من المضاد الحيوي إلى دواء الأمراض المزمنة وحتى ذلك المنتج محلياً.
استنجدت وزارة السكن والعمران والمدينة بالوزير الأول أحمد أويحيى للتدخل العاجل لإيجاد جيوب عقارية وتجنيب تبخر أحلام المئات من المكتتبين في الحصول على السكن، بعدما باتت أكثر من 47 ألف وحدة سكنية في مواجهة مصير الإلغاء. تقرير لإمام صافو. تتوالى السنوات الانتظار مثلما تتتابع العراقيل وفضائح الغش في الإنجاز وتأخر في أجال التسليم، يلي هذه المرة غياب للأوعية العقارية، عقبة قد تنسف أحلام الكثيرين في الحصول على سكنات من أصل نصف مليون جزائري مكتتب ضمن برنامج صيغة البيع بالإيجار. بالأرقام 47 ألف وحدة سكنية رسمت على الورق وبقيت مجرد حبر ينتظر التجسيد إلى حين إيجاد أرض للتشييد. وتظهر معطيات تتوفر عليها دزاير نيوز حصريا التأزم أكثر في العاصمة، فنقص الأوعية العقارية أجل في ثوب الإلغاء لإنجاز أكثر من 33 ألف وحدة سكنية، مشكل يطرح في وقت يتساءل البعض عن مصير مساحات وهكتارات من الأراضي استرجعت من البيوت القصدية ولم تستغل لفك أزمة السكن. في مخطط الإنجاز عديد المواقع اختيرت فيها الشركات المكلفة بالمشروع، والمعطيات الأولية تقول 18 موقعا تم الاتفاق على مؤسسات وشركات للإنجاز، أي ما يعادل تقريبا 36 ألف وحدة سكنية من مجموع 47 ألفا، فيما بقيت 8 مواقع و7 ألاف مجرد ملفات في إدراج، فلا وعاء عقاري ولا مؤسسة تتكفل بها. إلى هنا الصورة عادية، فالغش والتأخر ليس بالجديد بسكنات عدل، لكن الغريب أن أصحاب سكنات دفعوا الشطر الأول وتحصلوا على قرارات التخصيص، فيما سكن العمر ما زال لم يرسم حتى على الورق. لغياب الحلول ونفاذ التبريرات على لسان الوزير طمار، كان اللجوء إلى الوزير الأول لتفكيك القنبلة التي على وشك الانفجار، فالأشطر دفعت والسكن بقي حلما في الخيال لا حقيقة للعيان. أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر أن صلاة عيد الأضحى ستكون على الساعة 6:40 بمساجد العاصمة. وأفادت المديرية في بيان لها أنه بمناسبة عيد الأضحى المصادف ليوم الثلاثاء ستكون صلاة العيد مثلما قلنا على الساعة 6:40. من جهتها ستختلف مواقيت صلاة العيد حسب الولايات، أين ستكون على الساعة 6:30 في الولاية الجنوبية، في حين ستقام الصلاة بالولاية الأخرى في تمام الساعة 7:00. في شأن متصل، ستؤمن شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر سوغال أزيد من 900 رحلة يومية نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الثلاث أيام الأولى التي تسبق عيد الأضحى المبارك، كما سيتم تجنيد العمال وأعوان الرقابة والنظافة وفق نظام المناوبة الذي يصل عددهم إلى 3000 عون. روبورتاج في السياق للزميلة كريم عباس. حشود بشرية، ازدحام وطوابير لا متناهية أمام الشبابيك، هكذا كان المشهد خلال اليوم الأول من آخر نهاية الأسبوع قبل عيد الأضحى، في صورة تعكس سباق الجزائريين ضد الساعة في مغادرة العاصمة وتجنب اكتظاظ الأيام الأخيرة قبل المناسبة الدينية. أحل تبسر داري كاين كاين متوفرة، مواصلات متوفرة الحمد لله. اليوم رايح لصطيف إن شاء الله، أنا خدام هنا في الجزائر والعيد الكبير تما لازم الواحد يعيد أون فاميه. هذا وين دخلت كون جات الطاكسيات ما صبتش، قلت لك لونديستا مال في الروح ب 80,000 قالوا لي 150، جاي نشوف هنا الكارات قالوا لي كاينين. سكفيت بس في الونزا عيد ولد تما إن شاء الله، كنا هنا في عند الأهل لهنا، فوتنا ايامات لهنا تاع الصيف ان شاء الله، ودوك انا مروحين ان شاء الله نفوتوا العيد في الدار. لي بري ريزونابل بس كذاك هو كاين 120,000 كيما هكا توجور برسك، هذه هي لو موفمون اللي صرات توجور في العياد نروحوا الافون توجور 3 جور لا سافوار سب الخدمه.
نو نو كان ميم لو جورجي تلقى ديسپونيبل ترونسبور انا في خروبا برسك دركا سيزون قبل ورواحي ما كانش لو بروبليم قبل صح شويه مي دركا ما شاء الله. تسابق على الحجز المسبق رغم تطمينات إدارة أكبر محطة برية بالجزائر في توفير أزيد من 900 رحلة يومياً نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الأيام الثلاثة التي تسبق عيد الأضحى المبارك. عدد الرحلات احنا رانا متوقعينها على كل حال، رانا مثال نعطيك مثال، رانا خدمنا 28,021 مسافر غير البارح برك خدمناها. نعم كاين هناك 900 وكاين نقدروا نزيدوا ما اكثر، تعرفنا عدد الحافيه تاع الجنوب والشرق وعندنا شويه تاع جيجل، هذو كاع كلهم ضعفناهم وضعفنا حوالي 250 حتى 300 حافله. تدعيم للامكانيات اللوجستيكيه للتكفل بالطلب المتزايد يترافق مع منع جميع الموظفين من الاجازه والزامهم بالمداومه يومي العيد وما بعدها. لوروبو الغناه نظرا لهذه المواسم تاع الموسم تاع العيد، الغناه الاخر متواجدين كلهم شبابي كلهم راهم يخدموا، حنا نخدموا سيدي جروب، عندنا جروب تاع الصبح فريق تاع الصباح وعندنا فريق في المساء وعندنا فريق ليلي. وتشهد محطة الخروبة معدلات تنقل تصل لخمسين ألف مسافر يوميا خلال السنوات الأربعة الأخيرة في رقم قياسي غير مسبوق يتطلب تدعيم منشآت النقل البري بالعاصمة واستنساخ تجربة سوغرال عبر كامل ولايات الوطن. هذا ونصبت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر سوغرال أزيد من 40 كاميرا على مستوى محطة خروبة بالعاصمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم. وحسب ما أعلن عنه المدير العام لشركة سوغرال عز الدين بوشيدة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس، فقد تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80%، حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة مداخل ومخارج المحطة أيام عيد الأضحى. وتحسبا لعيد الأضحى المبارك وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا إضافيا عبر كامل ولاية الوطن يشمل تعزيز حواجز المراقبة وتكثيف انتشار العناصر في الأماكن العمومية. وأكد بيان لمصالح الأمن الوطني أنه تم وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الاصطياف من أجل تمكين المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في ظروف أمنية ملائمة، ومن بين هذه الإجراءات تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدن، وكذا تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة في الأماكن العمومية على غرار محطات الحافلات وسيارات الأجرة وكذا محطات القطارات والساحة العمومية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية. طبيب بيطري عمومي على مستوى كل نقاط البيع، بيع المواشي المرخصة، إجراء احترازي وضعته الوزارة تجنبا لتكرار فضيحة تعفن الأضاحي ذات المصالح، منعت نقل المواشي دون رخصة بيطرية مسبقة تفاديا للتسويق السيء للأضاحي. الصورة يقصدها لنا من ميلا بوحلاسة. سخرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلا طاقما بيطريا للوقوف على صحة وسلامة الماشية المعروضة للبيع على مستوى النقاط المحددة، وذلك تفاديا للتسويق السيء للأضاحي التي قد تكون معرضة لإصابات مرضية قد تضر بصحة المستهلك. تم تحديد نقاط البيع الأضاحي والبالغ عددها 39 نقطة بيع موزعة على مستوى 24 بلدية. المراقبة الصحية على مستوى هذه نقاط البيع يضمنها
كل الأطباء البياطرة، والبالغ عددهم 44 طبيب بيطري عمومي موزعين على مختلف نقاط البيع. وضع تدابير وقائية استثنائية لمراقبة تنقل المشية بحيث تكون مرفوقة بشهادات صحية بيطرية موقعة من طرف المفتشين. البيطرية التي تم تعيينها وتوزيعها على نقاط البيع ستضمن المرافقة البيطرية أيام العيد، حيث ضبطت المصالح الفلاحية برنامجا للمناوبة بهدف ضمان عيد دون مخاطر. عندنا ديبارمانونس للفيترينار في نقاط البيع، عندنا ثاني كل نقطة بيع عندها بيطري خاص، واقف تم حراسة على مراقبة الأضحية من لافيف رافتوز الأختراكشية اللي نيامات هادو راهي اللي راهي موضوع الساعة. وعندنا ثاني في يوم العيد لي دو جور تاع العيد عندنا بيرمانونس على فيترينار، عندنا المذابح 15 مذبح بلدي مفتوحين يومين، اليوم الاول واليوم الثاني. وعندنا في البلديات في النيفو دي البلديات عندنا الفيترينار ثاني واقفين تما. هي إذن اجراءات احترازيه باشرتها المصالح الفلاحيه على اقليم 48 ولايه قصد وضع حد لتسويق المواشي غير الصالحه للاضحيه، إلا أن فوبيا الظواهر السلبية التي خيمت على الموسم أثرت سلبا على المواطن الذي أضحى يتخوف من تكرار سيناريو تعفن لحوم الأضاحي. ونختم هذا الموعد الإخباري بهذا الخبر المؤسف، حيث توفي نحات المجاهد محمد دباغ بمستشفى باتنا ليلة الخميس إلى الجمعة عن عمر ناهز 88 سنة. ووري جثمان الفقيد أثر بعد ظهر اليوم في المقبرة الرئيسية لمدينة باتنا بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية والفنية إلى جانب السلطات المحلية. المرحوم معروف بالتزامه في قضايا الشأن الوطني والدولي، من مواليد 4 جويلية 1930 بباتنا، اشتهر بأعمال فنية خالدة تزينت بها جل المدن والمعالم السياحية والهيئات الوطنية. وبعد مشاهدنا الكرام نصل إلى طي أوراق هذه النشرة.